السلام عليكم. اليوم نروح الولاية البيض لنقف على عملية إحياء المشروع نتاع الصوامع اللي تخزين الحبوب واللي كان يعني متخلي عنه لمدة أكثر من 10 سنوات. المشروع هذا اللي في الحقيقة هو جزء من برنامج نتاع إنشاء عدة مخازن للحبوب أو صوامع لسيلو لتخزين الحبوب عبر كل التراب الوطني، بما في يعني ذلك 30 مخزن عبر 30 ولاية. إذن والمشروع هذا كان بشراكة جزائرية إيطالية، الجزائر كانت على عاتقها يعني إنشاء الجزء نتاع الهندسة المدنية والمعدات نتاع يعني التخزين وتسيير التخزين ومتابعة يعني الكونترول دو جيستيون دو ستوك. كانت المعدات هذيك من نصيب شركة إيطالية، ولكن المشروع هذا بسبب فعل فاعل تم التخلي عنه، لأنه في فائدة بعض الأوساط الاستيراد القمح مباشرة بدون تخزينه هنا، لأن كل ما نزيد في القدرة التخزينية تاع الحبوب كل ما نزيد في الاستقلالية في تحديد الأسعار، والاستقلالية في تحديد المصدر نتاع استيراد الحبوب، لأنه إذا تحققت هذه 30 مخزن عبر التراب الوطني سوف يكون لدينا أكثر من 6 سنوات نتاع تخزين، يعني تكون عندنا استقلالية تامة في استيراد هذا النوع من الموارد الهام. إذن الآن تقرر يعني على ضوء يعني الجزائر ما يسمى بالجزائر الجديدة، تقرر إعادة إحياء كل هذه المشاريع نتاع المخازن نتاع الحبوب عبر التراب الوطني. وهذا البرنامج اللي تحقق على مستوى يعني فيه حوالي يعني من بين 30 تم إنشاء حوالي 8 و9 مخازن، والباقي يعني حوالي يعني 30% من المشروع هذا، 70% بقات حبيسة الأدراج. الآن يتم إحياء كل هذه المشاريع نتاع المخازن اللي إذن يعني توفير كمية هائلة من الحبوب، وهذه المخازن كلها يعني بمعايير جد يعني عصرية فيها إمكانية يعني حفاظ على القمح لمدة 6 سنوات، يعني فيه ظروف مكيفة، مخازن مكيفة، وفيها يعني أمور جد متطورة. المهم نترككم تتابعون مشروع نتاع إحياء نتاع المخزن اللي يقع في ولاية البيض. السلام عليكم. تحقيق الأمن الغذائي وخلق فعالية إنتاجية وتشجيع الفلاحين على إنتاج مادة الحبوب هو ما تسعى إليه السلطات المحلية بولاية البيض عن طريق مسايرة مساعي الفلاحين في الرفع من الطاقة الإنتاجية لهذه المادة الحيوية. واليوم الحمد لله رانا نجيبوا النعمار، هم يستقبلونا هنا، كنا مقبولين به، نروحوا كاع السعيدة نجيبوا الزراعة وندوا القمح ونوصلوه، واليوم الحمد لله راهم داروا لنا هنايا تعاونية، رانا نحطوا فيها لبس بها مليحة، منظمين كل شيء مليح. هذه عانة من عند الدولة، راها تعاوننا مليح، كيما هاك شجعنا، رانا نحمد رب. استقبلنا المحصول من مختلف الأصناف، قمح صلب، قمح لين، قمح شعير، ما يقدر بأكثر من 12000 قنطار كما قلت، على مستوى زوج مراكز للاستقبال البيض وبقطب. الآن نطمح إلى تحقيق حوالي 480000 قنطار كقدرة تخزينية، وهو يعني حقيقة رقم يعني مطمئن، ويبشر إن شاء الله بمستقبل جيد للتعاونية وللولاية. فيما تدعمت الولاية بإنجاز مشاريع قاعدية كبرى في كل من دائرة بوعلام ومنطقة مريريس، وهذا بغية الزيادة في قدرة تخزين محاصيل الحبوب، وهو ما يوسع من القدرات الوطنية للتخزين.
هذا المشروع يدخل في استراتيجية الهامة الذي أقرها السيد رئيس الجمهورية من خلال تبني سياسة الأمن الغذائي والاستقلالية في إنتاج الحبوب نظرا لأهميته، يتبع كذلك بقرار كذلك من السلطات العليا للبلاد والتي استفادت منه الولاية بإنجاز 7 مراكز جوارية وهي صمعات لسعة أو تقدر ب50,000 قنطار لكل صمعة. سيعزز قدرات التخزين على مستوى الولاية، وبالتالي نكون نضمن بحول الله استقلالية الإنتاج الحبوب. إنجاز هذه الصوامع من شأنه الرفع من الطاقة الإنتاجية والتخزينية لمادة الحبوب للنهوض بالقطاع الفلاحي ليصبح دعامة قوية في معادلة الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة. هو مشروع وحدة تخزين الحبوب البيضة الذي انطلقت به الأشغال من جديد بعد توقفها لعدة سنوات، مكسب هام سيسمح بتعزيز قدرات التخزين بالولاية بسعة تصل إلى 10,000 طن. في إطار برنامج السيد رئيس الجمهورية ويعني ضمان الأمن الغذائي، كان الهدف منها هو إعادة الانطلاق، وهذه الوحدة تعتبر وحدة رئيسية وأساسية في ولاية البيض، اللي بعد يعني إنجازها تكون يعني عمود فقري لإنتاج الحبوب، لأنها بسعة 10,000 طن وفيها 10 صوامع، كل صومعة ب1,000 طن. هذا المشروع الذي يرتقب أن يدخل حيز الخدمة نهاية السنة الجارية من شأنه تسهيل عملية تجميع الحبوب وتخفيف الأعباء على الموالين والفلاحين. يعني هذه رايحة تحل لنا مشكل كبير بالنسبة للمستثمرين، بالنسبة للفلاحين، بالنسبة للتخزين وإلى التوزيع كذلك. نسبة الإنجاز جيني ستيف عندنا 95%، قاعدين على شار بونت بارتي سوبر سيكتي لا شاربونت ميتاليك لي سيلو، راه ما نجمعت المونتاج. عندنا بارتي شاربونت ميتاليك شراكه مع شركه ايطاليه لي زيلو شاربونت ميتاليك كاع راهم هنايا، ليفريزون 80%، وان شاء الله تسليم المشروع يكون في اواخر السنه على حساب لونغاجمون اللي نعطيها البريمي مينيستر. تدعيم تعاونيات الحبوب والبقول الجافه بوحدات التخزين ذات القدرات العاليه مع العمل على رفع مردود الإنتاج في شعبة الحبوب خطوة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.